إخوان السلام عليكم. لاباس بخيرين. بالنسبة للدرس ديال اليوم هو طريقة كيفاش تنيطوي أو تنظف التلفازة. أغلبية كيقول لي شنو هو كيفاش نقيو التلفازة أو نمسحو التلفازة. أو أول حاجة مخصهاش تكون خدامة، أول حاجة. تاني حاجة ما خاصهاش تكون باقا سخونة هنا، اوكي، ما خاصهاش تكون سخونة، ما خاص الضو يكون دايز، ما خاصهاش تكون سخونة. تاني حاجة اي حاجة عندك فيها لانكول او الخل، الطريقة غير ما تخليش مثلا داك الدموع يهبطوا هنا، واصلا انت ما تخليش قاع الدموع. الطريقة شنو هي؟ كما غتشوفني دابا انا نلقيها بالرشاشة باش ما يدمش من الفوق. انت حاول هادو تفاداهم، لان الماء هذاك الدموع ولا القطرات ديما غيكونوا جايين هابطين هنا، كيهبطوا لديك الصمتة كيوقعوا. شيفون يكون رطب باش ما يخليش تخباش ولا جروح جرحة في هنا. هنا المشكل اللي كيوقع هو هنا ما تحاولش تكتر مثلا من رشاشاتي، واللي مثلا تقولوا هاد الطريقه بحال هكا شي كيولي هاد الدموع اللي هما اللي صعاب بحال هكا. الا مشاو توصلوا هنا كيبقاو هنا، كاينين واحد الصمته كدوز ديال لي ليد كتكون ديزا من هنا كتهبط لك دير فيها لاماس، واخا يكون ما كيما بغا يكون. المهم هذا انا اختاريت هذا علاش، لان لانكول شويه كي باغي كيطير هكا نتوقع كيما بغيت. اي ريحه عندك في لانكول ها يمكن لك تنظف بها، عم يكونش الماء ديريكت. وانا سالينا ومن بعد غنشوفو. كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي صعيبه هي تكون اما ديزلها الضو وتكون سخونه. حاولوا ما تخليوهاش تكون سخونه ولا تيجي حتى كتشوف. هذه الطريقه باش كتنظف التلفازه، ديما نبدا من الفوق، رش رشان من الفوق على الجهه بحال هكا، غترش تما باش كيتم جي هابط ما تخليش يدير دموع. بالو لك الدموع حاول ما تخليهمش يوصلوا لهنا للسمطه، يهبطوا هنا مع الجناب. هذه الطريقه. ولا بغيتي كاع تفادى هاد المشاكل انت كامله، كاينه الطريقه ديال هكا، ترش هنا ديريكت في الشيفون، فزك الشيفون بحال هكا ومسح. ديك الساعه كيما مسحت قبيله دابا ما يمكنش نمسحها لان دي ماريا قدر يكون داك السخونيه مع دوك الليلات كيتحلبوا، ولكن يمكن لي نمسح الجناب. هذا مكان ولا ما تنساوش واحد جيم، واحد كومونتير اللي بغيتي تسول شي حاجه مرحبا. ايوا اللي ما مشاركش في القناه يشارك، ايوا اللي يدير تفعيل الجرس باش ديما يوصلوك على البرامج بحال هكا الزوينين على حساب الكترونيك والاجهزه. والسلام عليكم.